المرقد الشريفة صحيح، وللشريفة بنت الحسن عزيز يوجد فيها ثلاث آراء، ذكرت سابقا هذا الكلام وأجبت عنه. أساتذة السيد الخوي هم عندهم كتب خاصة بهم؟ أساتذة السيد الخوي طبعا، شيخ المحقق الناعيني، العلامة البلاغي، المحقق العراقي، السيد أبو الحسن الأصفهاني، كل واحد عنده عشرات الكتب. ولكن شو سووا كتبهم؟ كتبهم نعم ممكن المحقق البلاغي تستفاد من كتبه، لأن عنده كتاب تفسير قرآن، عنده كتاب رد على الوهابية وما شابه ذلك، أما البقية أكثرهم كتبهم تخصصية. يا الله ليش المراجع ما يرجعون يبنون البقيع؟ ليش هي البقيع وين؟ بالعشار، بالبصرة، بالنجف، بكربلاء، غير هي موجودة بدولة؟ هي من البقيع؟ عندما توفى سماحة السيد السيستاني يمكن البقاء على تقليد عزيزي. إذا تبقى على تقليد من قلدته في حياته يجب عليك أن ترجع إلى الأعلم من المراجع الأحياء وتأخذ منه إجازة، أما تبقى بدون إجازة ما يجوز، سواء كان السيد السيستاني أو السيد الخوي أو أي آخر، ما العلاقة. البقاء على تقليد المرجع بعد وفاته من دون إجازة الحي كالعمل من دون تقليد. البقاء على تقليد المجتهد الميت بعد وفاته من دون رجوع إلى الحي كالعمل من دون تقليد. هكذا ورد في بعض الفتاوى في باب التقليد. شرح رسالة الحقوق كتاب جيد بس إرادة تحقيق. سيد حسين الحكيم عزيزي من أساتذة البحث الخارج، من أساتذة البحث الخارج لا شك في ذلك، هو أستاذ بحث خارج من أكثر من يمكن 12 أو 15 سنة، أكثر من هذا الوقت. أفضل تفسير للقرآن عند الشيعة عزيز الميزان. هل وجب صلاة الجمعة؟ شنو وجب صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة عزيزي فيها ثمانية آراء، بعض الآراء تحرمها تقول ما يجوز واحد، بعض الآراء تقول واجبة، والآراء تقول واجبة، بعض يقول واجب عيني، بعض يقول واجب كفائي، وهكذا. بعض يقول واجب بشرط أن يصليها فقيه، بعض يقول واجب بشرط أن يصليها أي إنسان، وهكذا. فيها آراء متعددة. الرأي المشهور عند الشيعة وهو الرأي اللي عليه أكثر علماء الشيعة أنها واجبة أخيرا، يعني يوم الجمعة أنت مخير بين صلاة الجمعة إذا اجتمعت الشروط وبين صلاة الظهور. شيخ أنا ألعب شطرنج ومدمن عليه بس بدون رهن، يعني أدخل ماتشات على الإنترنت، شنو حل قضيتي؟ عزيزي لازم ترجع إلى فقيه يجوز لك اللعب، بدون رجوع لفقيه ما يجوز لك. جماعة أحمد الحسن شنو رأيك بيهم؟ دول ما يحتاج واحد يردون، دير بالك بيهم. من شهد للسيد الخوي بأنه أعلم؟ عزيزي لا تقل من شهد للسيد الخوي بأنه أعلم، قل من الذي لم يشهد، هذا هو الكلام الصحيح. من الذي لم يشهد للسيد الخوي بأنه أعلم؟ أين هي مخطوطات السيد عصام شبر؟ مخطوطاته؟ ما فهمت يعني، منو قال لك عنده مخطوطات؟ أنا ما عندي معرفة حقيقة، ذاك الوقت ما كان عندنا علم بأنه السيد عنده كتب أو ما عنده كتب، ما عندي. أريد كتاب يفيدني بعمر صغير فقهي، حسيت كتاب الوسيط، الوجيز، السيد. من هو أحمد القبنشي؟ ما رأيك؟ عزيزي أحمد القبنشي هو لا أحد أولاد السيد حسن القبنشي، رجل منحرف العقيدة،
رجل منحرف العقيدة، وبيت القبنشي نفسهم عندهم براءة مكتوبة بالخط بخط اليد، براءة منه ومن أفكاره، وما عنده علاقة ببيت القبنشي أساسا. وحسب ما سمعت يمكن أعتقد هو يعني عنده عائلة هنا وعائلة بإيران. هل محمد صادق الصدر من تلاميذ السيد الخوي؟ نعم نعم نعم، السيد الصدر من تلاميذ السيد الخوي. خلنا أقول لكم في القضية لعله البعض شوية. أنا كثيرا يعني كثيرا ما أتحرج من مدح الأشخاص، أتحرج من مدح الأشخاص، مو لأنه البعض منهم ما يستحق، ولكن أنت أحيانا تحاول أن تجد شخص تمدحه من دون أن يعني شلون قلبك ينغزك. صعب صعب، إلا ذول العلماء الكبار نقدر نقول ترى فلان عالم فلان. بس أما تسألونا عن بعض الأشخاص تقول والله فلان جيد، أقول لك جيد، ولكن جيد بالقياس إلى ما شفته منه، بالقياس إلى ما شفته منه. أما لما أقول لك الآن فلان جيد بعد كم يوم يطلع له رأي، شنو يكون هاي جيد؟ قضية خارجية، يعني حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها عن هذا الشخص هو جيد، أو الذي وصلني عنه جيد. بعد هذه اللحظة إذا تحدث بشيء غير طبيعي أنا ما أكون مسؤول عنه، واضح؟ أنا ما أكون مسؤول عنه. ولذلك أنا أتحرج كثيرا من مدح الأشخاص اللي هم مو علماء معروفين وعندهم كتب ما شابه ذلك. فلذلك ما أكون داعي الساعة فلان شنو رأيك بي، فلان شنو رأيك بي، يعني هم أشخاص موجودين وتقدر